هي لقجع وقيل تموتي بخلات على جدكم. نخلوكم مع هذا التقرير تاع البي ان سبور، يعني حتى احنا طولنا عليكم سمحوا لنا شوية، يعني تشوفوا هذا التقرير بعد عندنا كلام واحد اخر. نخلوكم مع الفيديو. ذكرت محكمة التحكيم الرياضي أنها سجلت الاستئناف المقدم من الاتحاد الجزائري لكرة القدم ونادي اتحاد الجزائر ضد الاتحادين الإفريقي والمغربي ونادي نهضة بركان على خلفية قرار لجنة تحكيم الاستئناف في الكاف. وكانت الأخيرة صادقت على استخدام قمصان نهضة بركان في كأس الاتحاد الإفريقي للموسم الحالي، لجأ اتحاد الجزائر للكأس مستأنفا بطلب عاجل قرارات الكاف، غير أن رئيس قسم تحكيم الاستئناف رفض الطلب في 26 من أبريل الماضي. وذكر البيان الجديد لمحكمة التحكيم الرياضي أنه تم تعيين لجنة لتحكيم في القضية، وهي التي ستصدر تعليمات المرحلة التالية من الإجراءات بما في ذلك عقد جلسات استماع، دون إعطاء أي تفاصيل أخرى حول الجدول الزمني لهذا الإجراء. أنا نظن باللي كاين فيها مفاجآت راح تكون على الأقل، على الأقل على الأقل نربيوهم باش ما يزيدوش يخدموا هاد الخدايم، وهذاك العبد هذاك تاع المخدرات على الأقل يسقم روحه وتسقم الأمور. احنا حتى ما ندوش الماتشات، حتى ما نتأهلوش، حتى ما نلعبوش، ليسونسيال كل واحد يتحط في بلاصتو يتربى ويتريقلا باش منه جاي على الأقل تولي الناس تلعب مريقلا. ليسونسيال اللي مش مشترك في القناة يشترك في القناة ويخلي لنا لايك للفيديو ويدير لنا تعليق. ربي يحفظكم.